وسهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. وكتير من الناس على مختلف تخصصاتهم ومستوياتهم العلمية بيعتقدوا جدا في توقعات علم الفلك والأبراج، واللي مش مؤمن بيه بشكل كبير على الأقل بيشوف في قراءة الأبراج وتوقعات الفلكية نوع من التفاؤل والحظ. وفي كل سنة خصوصا مع بداية عام جديد دايما بيأتي الاهتمام بتوقعات العام المقبل، أهم الأحداث اللي ممكن تحصل، هل ده هيكون سنة سعيدة؟ عن علم الفلك والنجوم معانا مهندسة عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الأرقام. صباح الخير. صباح النور. صباح الفل على حضرتك مهندسة عبير فؤاد. أسئلة كتيرة جدا وكلام كتير جدا، خلاص أيام قليلة وسنة جديدة هتبتدي، ودايما بنسأل نفسنا السنة الجديدة دي هتبقى حظ بالنسبة لي، هتبقى سعيدة، هبقى فيها مشاكل ولا لأ؟ فهبتدي معاكي كده، أكتر الأبراج حظا في 2018 محظوظين. وأميرة محظوظة شكلها. لا لا العقرب والحوت أنا شايفة السنة دي في 2000 إن شاء الله في 2018 العقرب والحوت هما الأكثر حظا. والسبب في كده إيه؟ أنه في كوكب اسمه كوكب المشتري أو جوبيتر. الكوكب ده هو كوكب السعادة وكوكب الحظ وكوكب السعد. ده موجود في برج العقرب ابتداء من يوم 10/10 لغاية يوم 8 نوفمبر إن شاء الله 2018، فهو مدته بيقعد تقريبا سنة في البرج، وبالتالي هيدي للعقرب اللي هو موجود فيه أحلى حظ. ليه بقى الحوت كمان؟ الحوت برج مائي زي العقرب، وكمان الحوت خلاص ما عندهمش كل المعاكسات الفلكية اللي كانت موجودة بقالها 3 سنين. هما الحقيقة الحوت بقالهم 3 سنين عندهم ضغوط مهنية صعبة، لأن زحل كان معاكس معاهم في العمل بالذات. كان عندهم كمان في 2016 مشاكل زوجية ممكن، فدلوقتي خلاص الحمد لله انفراجة كاملة، يعني عاطفيا مهنيا ماليا عندهم أحلى حظ. طب بالنسبة للسرطان هو مي أيضا، يعني عايزين نعرف السرطان إيه؟ ليه أنا ما قلتش السرطان؟ عشان السرطان عندهم الحقيقة زحل وبلوتو في مواجهة برجه خلال 3 سنين بقى جايين كمان. فده ممكن يتسبب لهم لو متجوزين، ممكن يكونوا شوية عصبيين، عندهم تمرد على الطرف الآخر. يعني طب لو مش متجوزين؟ فأقول يعني بالنسبة للمتجوزين أقول لهم حاولوا تهدوا الأجواء، حاولوا تكونوا تشوفوا الجانب الحلو في الطرف الآخر. كمان في النواحي القانونية هقول للسرطان خدوا بالكم، لأن أنتوا معرضين لمشاكل قانونية أو أن يتاخد حقكم، فحافظوا على حقوقكم. سرطان. حافظوا على حقوقكم. اللي مش متجوزين، عشان سألتي على اللي مش متجوزين، دول عندهم حظ أفضل. والله. في الحب بقى. يعني ممكن يكون عندهم فرصة للارتباط، لأن المشتري عندهم في منزل الحب. ده يديهم طاقة عاطفية، بيديهم سحر وجاذبية وحظ في الحب، فممكن يلتقوا بشخص يلاقوا فيه فتى أحلامهم أو فتاة أحلامهم. يعني هتطمنا أميرة حوت. أنا هتطمنا حظك حلو إن شاء الله. يعني أنا مطمنة كده إن شاء الله يا رب يكون. كمان أستاذة عبير أول ما دخلت قالت لي سنة الفلوس. أستاذة ما تنسيناش بقى أميرة. لا لا مش هنسيناش. وأنا اللي بشرتك طبعا. طبعا احنا عندنا طلبات كتيرة جدا في الكنترول وبيكلمونا يقولوا لنا يعني على أبراج كتيرة، بس الأسد أخباره إيه؟ الأسد. طيب شوفي بيختلف كمان الاسد الست عن الراجل؟ لا في التوقعات ما بيختلفش، هي بيختلف في الصفات الشخصيه. لكن في التوقعات لا. هو اللي بيختلف حاجه عشان الناس بس بتبقى مش واخده بالها، وفي ناس تقول لي ايه انت قلتي السنه دي احنا عندنا حظ وما طلعش عندنا حظ. اوكي. هو الحقيقه احنا بنتكلم عموما، لكن لما بنحسب رقم اليوم، رقم اليوم بيختلف كمان. يعني ممكن رقم اليوم يغير الحظ تماما، اول برج او اخره او كده، والعشريه الاولى غير الثانيه غير الثالثه. يعني انا بحاول برضو وانا بقول افرق مين اللي عندهم حظ ومين اللي ما عندهمش. فانا شايفه انه الاسد الحقيقه العشريه الثانيه والثالثه، يعني اللي هم مولودين في شهر اغسطس، دول عندهم ضغوط عائليه جامده. فيخلوا بالهم لو يعني يحاولوا يتجنبوا انهم يدخلوا في نقاش عائلي يؤدي للصدام، او ممكن يكونوا شايلين هم حد في العيله. يعني
ده بالنسبة للعشرية الثانية، الأسد العشرية الثانية والثالثة. بالنسبة للعشرية الأولى هقول لهم السنة دي في الشغل أنتم محتاجين تعملوا بجدية وبخشونة جدا. العشرية الأولى اللي هم مولودين في يوليو، آخر يوليو، آخر يوليو. دول عندهم اورانوس من اول 15 مايو هيدخل في وضع معاكس للعمل، فممكن يحط عليهم ضغوط في العمل او ناس عايزه توقعهم في اخطاء، فياخدوا بالهم جدا يعملوا اللي عليهم. فدي سنه العمل بجديه وبخشونه بالنسبه للأسد. بس انا مش في العشية الاولى، انا العشية الثانيه. العشية الحلوه المحظوظه شهر 8 حلوه قوي. طب بالنسبه لبرج الدلو وبرج الجدي والقوس، هما في الكنترول برضو بيقولوا. يعني نبتدي بالدلو الاول. الدلو السنه ممكن تكون بادئه شويه بضغوط، ممكن تبقى بادئه معاهم قاسيه حبه لان المشتري في وضع معاكس في منزل العمل، بالذات مواليد العشريه الثانيه والثالثه. لكن هتتحسن جدا جدا من اول 16 مايو. ليه بقى من اول 16 مايو؟ لان المريخ هيدخل في برجهم يوم 16 مايو وهيفضل 6 شهور لغايه نهايه السنه، لغايه اخر نوفمبر، او بالظبط لغايه نص نوفمبر، لغايه 15 نوفمبر. القوس. طيب انا عايزه اقول للدلو انه المريخ ده هيديهم ايه؟ هيديهم اصرار جدا من اول التاريخ اللي قلناه 16 مايو لغايه نص نوفمبر، منتهى الاصرار، حماس، مفيش اي عقبات هتعطلهم. يعني هم هيفضلوا عندهم الاصرار انهم يتغلبوا على العقبات عشان يوصلوا لاهدافهم ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه للقوس، القوس انا اشوف ان دي سنه السعاده بالنسبه للقوس. بقالهم 3 سنين زحل في برجه، فيا حرام تعبوا. هو زحل ده معلش برضو يعني عشان نفسر، هو زحل ده هو اللي بيعمل مشكله في الابراج. كذا مره يعني حضرتك قلتي كوكب مش لطيف خالص يعني، لما يخش زحل في حته بيبوظها. حتى احنا دايما نقول ده يوم زحل يعني. يعني في كلامنا، العادي نقول ده. فهو فعلا زحل يعني مش بيدي حظ، هو ممكن يحط كمان عقبات، ممكن يدينا دروس قاسيه في الحياه، بس هو معلم. يعني احنا كده ده رمز زحل في الابراج، رمز ان هو معلم صارم، بس بنطلع منه عندنا خبره اقوى، يعني بيدينا قوه. طيب ده بالنسبه للقوس. القوس بقى عندهم خلاص خرج يوم 20/12، وبالتالي ما فيش مشاكل خلاص، هيقدروا بقى ينطلقوا. كمان السنه دي مواليد القوس عندهم المريخ هيديهم حظ رائع من اول 26 يناير لغايه 17 مارس في برجهم. الفتره دي عندهم اصرار جدا على ان هم يحققوا اهدافهم. كمان في الفترة بقى اللي من قلنا عليها من 16 مايو لغاية نص نوفمبر دي، كمان فترة عندهم علاقات اجتماعية حلوة جدا، عندهم قدرة على التفاوض حلو. فلو عايزين يقدموا في عمل جديد او عايزين يعملوا انترفيوز، الفترة اللي من اول 16 مايو لغاية نص نوفمبر كويس. فترة هايلة للحقوا يا قوس بقى لتقديم في اعمال جديدة. الحقوا بقى، هم لازم يلحقوا يروحوا يشوفوا شغل. طب بالنسبة للجدي والميزان برضه، والميزان والحمل، احنا عندنا كده 3 ابراج. طيب الجدي هنقول كله ان شاء الله. الجدي هقول لهم بتوع العشرية الأولى اللي مولودين في ديسمبر، آخر ديسمبر، زحل في برجكم السنة دي خلاص، ساب الكوس بس دخل دخل على الجدي، وهيقعد 3 سنين. أول سنة اللي هو دي ماسك العشرية الأولى، فبتوع العشرية الأولى اللي هم بتوع ديسمبر ياخدوا بالهم قوي إن هم يعني زحل ما بيديش حظ، بس ده مش معناها إن الحظ مستحيل، معناها بس إنكم لازم تجتهدوا ولازم تكونوا عندكم استعداد انكم تضعفوا جهودكم. مش هيدينا حظ زحل، لكن احنا ممكن نسمع حظنا بنفسنا. صحيح. وان شاء الله. وفي الاخر يعني في بيقول مثل بيقول ايه، الضربه اللي ما تقتلنيش بتقوي ما لا يقتلني يقويني. فهو بيقوي. انا لكن بشوف هو دي سنه بالنسبه لهم ماليا وضعها ايه؟ هي في حاجة كويسة ربنا بعتها لهم إن شاء الله من أول 15 مايو، نقلة أورانوس لمنزل الخامس دي تديهم حظ في الحب في الناحية العاطفية، وتديهم كمان حظ في الشغل. فأشوف إنه حتى لو السنة بدأ قاسية شوية معاهم،
لكن الدنيا هتتحسن كتير معاهم من اول 15 مايو ان شاء الله. ان شاء الله. ده بالنسبه للجدي مواليد العشريه الاولى، لكن العشريه الثانيه والثالثه عندهم حظ كويس، عشان بس اطمن مش كل الجدي وحش. يعني مختلفين صحيح. عن الاسد خالص. فالثانيه والثالثه اللي هم مولودين في يناير دول عندهم بقى مكاسب فلوس كويسة، عندهم دعم من الأصحاب، لو عندهم مشاريع خاصة هيكون عندهم قدرة على تنمية مشاريعهم. فمش كل يعني الجدي فيه جزئية هايل فيها. عايزين ندور على حد جدي. لا انا عندي فيه جدي. طب كويس. طب بالنسبة للجوزاء، لان بيقولوا لنا في الجوزاء الجوزاء معروف دايما ان هو هوائي كده، برج هوائي. وبعدين كمان عندهم 100 شخصيه، يعني دايما يقول لك هم بشخصيتين، لا هم بشخصيات كتير جدا. كل احذروا بقى انا اهو. زميلنا محمد سعيد جوزائي جدا. جدا. بس انا عايزه ابشر وباخير انه الجوزاء السنه دي عندهم حظ حلو قوي. طب الحمد لله. كان بقى لهم 3 سنين برضو زي اللي ما قلنا للقوس كده عنده كان مشاكل في مواجهتهم، كان زحل، فبيخليهم بياخدوا قرارات خاطئه او بيحسبوها غلط في الفلوس، ممكن يتسبب في مشاكل زوجيه. فكانوا متسرعين في قراراتهم ويرجعوا يندموا، ممكن يحطوا من نفسهم في ازمات ماليه ملهاش لازمه. السنه دي لا، عندهم حكمه جدا في اتخاذ قراراتهم، وكمان عندهم قدره ان هم بقى المشاكل اللي وقعوا فيها قبل كده يقدروا يلاقوا لها حلول ان شاء الله السنه دي باذن الله. وفي الحب بقى كمان عندهم حظ حلو قوي من اول 6 اغسطس. فينوس هتبقى عندهم في منزل الحب، تديهم ان شاء الله فرصه لو مش مرتبطين ان هم يحبوا ويرتبطوا. ولو مرتبطين هيحبوا شركائهم اكتر بقى. ويحلوا المشاكل برضه الزوجيه. طيب احنا هنكمل مع حضرتك لكن بعد الفاصل. ضيفتنا في الاستوديو الاستاذه عبير فؤاد خبيره الابراج وعين الارقام. يا صباح الفل على حضراتكم مرة تانية، لسه مكملين مع الأستاذة عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الأرقام، وكنا بنتكلم بقى على الأبراج قبل الفاصل. فاضل لنا 4 أبراج، الحمل والثور والميزان والعذراء. طيب نبدأ بالحمل. طيب الحمل أنا عايزة أقول لهم إن السنة دي سنة تحديات بالنسبة لكم، وخصوصا اللي مولودين في العشرية الأولى اللي هم يعني في مارس أواخر مارس. الحمل عندهم زحل في منزل العمل، فده ممكن يحط لهم مشاكل في العمل. فمطلوب منهم ان هم يكونوا قد التحدي، ويعني يبقوا عندهم استعداد للاجتهاد، ويتحكموا في عصبيتهم، لان الحمل حقيقي عصبيين جدا جدا. والعصبيه بتاعتهم كتير بتخسر. فنصيحتي للحمل السنه دي ضروري يتحكموا في عصبيتهم، ويعني ما يتذمروش لو قابلتهم مشاكل. لكن عندهم على المستوى المالي، يعني مواليد بقى العشريه الاولى والثانيه والثالثه، عندهم على المستوى المالي حظ كويس قوي، حتى لو في ضغوط مهنيه، لكن عندهم قدره ان هم يكسبوا فلوس، وعندهم قدره كمان ان هم يديروا حالتهم الماليه كويس. طب كويس. هل كان عندهم تعثرات الفتره اللي فاتت مثلا؟ لان السنه اللي فاتت كان المشتري في مواجهتهم، فده كان بيخليهم برضو متسرعين جدا في القرارات الماليه، وعصبيين اكتر كمان. حاولوا تساعدوا نفسكم بقى. يعني السنه اللي فاتت كمان كانت العصبيه كمان اكتر. اشوف السنه دي خلاص، لكن برضو التبذير موجود، يعني حته يعني بيعرفوا يكسبوا فلوس لكن بيصرفوها. بيصرفوها على طول. فهقول لهم اعرف حد كده من الحمل. يكسب كويس بس يطيرها على طول. فهقول لهم لا، حاولوا تتحكموا بقى كمان، مش بس في العصبيه، كمان في التبذير وفي النفقات. بالنسبه للعذراء، العذراء دي سنة النجاح بالنسبة لهم، يعني أشوف إن هم من الناس اللي عندها حظ كويس قوي. كمان عندهم علاقات اجتماعية حلوة، بالذات مواليد العشرية الثانية والثالثة اللي هم في شهر 9.
دول عندهم يعني ممكن لو عايزين يقدموا في شغل هيعرفوا ان هم يقدموا نفسهم حلو قوي، يعرفوا ان هم يتفاوضوا على فلوس كويس جدا، شاطرين. بس كمان المشتري بيديهم الموهبه في 2018 اكتر. فعشان كده ابقى شايفه ان الوقت ده بتاعهم في لو عايزين يقدموا في شغل جديد او كده ده هايل ليهم. كمان لو عايزين يقدموا افكار جديده او يقنعوا حد بحاجه السنه دي كلها هايله ليهم. يعني عندهم كمان الجانب الحب بقى، الحب انا لسه هقول العذراء عنده مشاكل شويه، بحس ان هو ما بتستمرش العلاقات معاه حقيقي. اسم العذراء هو كده ربنا خلقهم، شوفي اسمهم معبر عنهم، مش مقتنع بفكره الجواز، هو عذراء او هي يعني يعني عشان تدخل في علاقه تؤدي الزواج دي حاجه قرار صعب جدا بالنسبه لهم. السنه دي عندهم زحل هنا حلو، زحل في منزل الحب هيديهم نضج في المشاعر. اول مره يطلع زحل حلو في القصه. اول مره يطلع في الحب طلع حلو. هيديهم بقى نضج قوي في المشاعر، يعني هيبقوا واقعيين في توقعاتهم. لان هي مشكلتهم دايما عايزين بيحلموا بالحب بصوره معينه وعايزينه يتنفذ بالظبط زي ما في خيالهم. الصوره الحالمه حالمه قوي. زي ما في خيالهم. وده طبعا مستحيل، ما فيش حد هتلاقيه نسخه من اللي في خيالك. فهنا ده هيديهم شويه واقعيه يعني. فممكن ان هم يرتبطوا. لهم خليكم واقعيين اكتر في 2018. بس المتجوزين بقى اللي في في العشريه الثانيه اشوف ان وجود نبتون في مواجهتهم ممكن يعمل لهم مشاكل زوجيه وحاله تمرد على الحياه الزوجيه. فهقول بقى لمواليد العشريه الثانيه اللي هم من اول 9 لغايه 10/9، حاولوا تتفهموا وجهه نظر الطرف الاخر وتتفهموا ان الناس مختلفه. صحيح. وان الطرف الاخر ممكن يبقى مختلف عنكم، هو مش بتمشوه بالريموت كنترول. ده بالنسبه للعذراء. بالنسبه للتور، التور والميزان، التور السنه دي بالنسبه لهم سنه فيها تمرد. مواليد يعني هو شويه في كلام كتير التور، هقول هحاول الخصه انه في مواجهتهم في العشريه الثانيه والثالثه في مواجهتهم المشتري، فدول هتلاقيهم بيميلوا اللي هم مولودين في شهر مايو، هتلاقيهم بيميلوا للتبذير جدا. لو متجوزين ممكن يكون عندهم مشاكل زوجيه. فهقول لمواليد العشريه والثانيه والثالثه خدوا بالكم، اتحكموا في عصبيتكم وفي نفقاتكم. تمام. لكن في نفس الوقت العشرية بقى الأولى أشوف إنها عندها حظ أفضل، لأن عندهم زحل من أول السنة في منزل الحظ، فده بيديهم حظ في الفلوس إلى حد كبير، يعرفوا يكسبوا ويعرفوا كمان في الشغل يحققوا تطور في أعمالهم ويتعلموا أحسن، عندهم استعداد إنهم يتعلموا ويتطوروا، فدي حاجة كويسة بالنسبة للتور. العشرية الأولى كمان هيحصل لها حاجة بقى من أول 15 مايو، إن أورانوس هيدخل برجهم وهيقعد 10 سنين. ده يعني دي حالة بقى بيت هنا قاعد بقى عندهم 10 سنين أورانوس. هيمسك طبعا العشرية الأولى أول ما يدخل. فبتوع العشرية الأولى عندهم حالة تمرد، عشان كده قلت سنة تمرد. سريعا هيتمردوا بقى على فضلنا دقيقة بقى. الميزان عشان ما يزعلوش مننا. أنا ميزان على فكرة. ختمنا بيكي. نختم بيه بقى. الميزان عندهم سنة الحب السنة دي. السنة بادئة مش وحشة في العمل، ممكن يكون الدنيا كويسة مش وحشة مهنيا، مفيش مشاكل. لكن عائليا ممكن يكون عندهم ضغوط عائلية كتير، مشكلة مع حد من الأهل والقرايب مضايقاهم، شايلين هم حد في العيلة. ده بالنسبة للعائلي. لكن الشغل اوكي. الحب بقى يعني عايزة اقول كمان في الشغل وفي الفلوس الدنيا هتتحسن للميزان من اول 16 مايو لغايه اخر نوفمبر. المريخ هيديهم حظ حلو يا رب.
خلاص فاضل 10 ثواني. طب الحب بقى، الحب عندهم 6 اغسطس فينوس هيقعد في برجهم بطريقه استثنائيه 4 شهور، وبالتالي احلى وقت للحب بالنسبه للميزان في الصيف ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا استاذه عبير فؤاد خبيره الابراج وعلم الارقام، وان شاء الله سنه سعيده على حضرتك. ميرسي. شكرا جدا، نورتينا وشرفتينا. ميرسي يا محمد على حلقه النهارده جدا. ميرسي لكل كرو العمل وشر. يعني خلاص وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا النهارده، بكره لقاء جديد في صباح اون. يومكم كده يا رب كله خير وسعاده وحظ حلو ان شاء الله.